استقبل اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيلفان بارزاني ونائبه قباد بارزاني. قال بارزاني إنه ناقش أربع نقاط رئيسة مع ماكرون، من بينها الالتزام بعراق موحد. كما أكد بارزاني لماكرون استعداده لإجراء حوار مع بغداد على أساس الدستور العراقي واحترامه لقرار المحكمة الاتحادية العراقية ضد الاستفتاء على الاستقلال. وأضاف أن فرنسا تلعب دورا مهما لإنهاء النزاع مع بغداد، ودعا ماكرون العراق إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما في ذلك قوة الحشد الشعبي، وأكد إمكانية إجراء حوار بناء بين بغداد وكردستان العراق للمساهمة في رفع الحظر والسماح بتحويلات مالية عادلة بين المناطق العراقية.